أعتقد أننا نتحدث عن أيام على الأرجح، ربما غدا أو قبل ذلك بقليل. يعني الفرز ما يزال مستمرا في هذه الولايات الثلاثة الحاسمة، وطبعا نحن نعرف أن الديمقراطيين يعني في التوزيع السكاني هم من يعيشون في كبرى المدن، فيما يعيش الجمهوريون في القرى والأرياف، وهذا ما يجعل فرز مراكز الاقتراع التي يدلي بها الجمهوريون بأصواتهم أسرع، فيما يجعل فرز الأصوات في كبرى المدن عملية معقدة بسبب كثرة الأصوات. أضيف إلى ذلك أن عدد كبير من الأصوات تم عبر البريد، وهذا ما يأخذ وقت أكثر. أنا لا أعتقد أن يعني التأخير يعني بسبب التقارب أو لأسباب أخرى، ولكن التأخير في الغالب هو بسبب يعني الرقم الغير مسبوق في التصويت البريدي الذي أقبل عليه الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين. يعني يبدو أن يعني الحديث عن احتيال يبدو هو تخوف من الرئيس الأمريكي، أنه يعني يرى احتمالية خسارته الانتخابات قائمة. ولكن لنعود إلى موضوع المحاكم، طبعا لا يمكن الذهاب إلى المحاكم بشكل تلقائي حتى لو أراد أي من المرشحين. الذهاب إلى المحاكم يتطلب أن يكون الفارق مثلا 0.5% أو 1%، ولكن إذا كان الفارق أكبر حيث ذاك يعني تنص قوانين الولايات، طبعا تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى، ولكن الولايات لا تسمح للمرشحين بالذهاب إلى المحاكم ما لم يكن هناك التقارب، يعني أن يكون الفارق في الأصوات قريب جدا. ولذلك حتى الآن لا يمكن الجزم إن كان يعني يمكن الذهاب إلى المحكمة. طبعا الرئيس دونالد ترامب قام بتصعيد وقال سنذهب إلى المحاكم ومن هناك سنذهب إلى المحكمة العليا، وبالطبع المحكمة العليا حاليا الأصوات هي لمصلحة الجمهوريين، ولكن هذا استباق للأمور، ولا أعتقد أن في هذه اللحظة يمكننا أن نعرف إن كنا سنذهب إلى المحاكم أم لا. سيد عبد الله بن بجاد، يعني قبل قليل طبعا اسمحي لي أن أدلي ببعض الملاحظات حول تفضل. هذا الموضوع، أولها أن يعني استطلاعات الرأي التي أحدث استطلاعات الرأي التي رأيناها يوم الأحد، طبعا كل استطلاع رأي يأخذ حوالي الأسبوع للإعداد وإصدار النتائج، هذا يعني أن أحدث استطلاع الرأي يعود يعني قديم، هو يعود إلى أسبوع قبل تاريخ الانتخابات، لذلك نحن لا نعرف بالضبط كيف كان المزاج الشعبي عشية الانتخابات الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، كل استطلاعات الرأي لو يعني لو نظرت إليها ترين أنه هناك تذييل يقول أن دقة هذا الاستطلاع معرضة لهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3 أو 4%. هذا يعني أنه الهامش الذي تتحدث عنه استطلاعات الرأي مثلا في الولايات المتأرجحة يكون عادة 3-4-5 نقاط، وهذا لو يعني نظرنا إلى هامش الخطأ يعني أننا لا نعرف الجواب الصحيح. لذلك أعتقد أنه يعني من يقومون بهذه الاستطلاع هناك دائما لديهم مخارج للإشارة والقول نحن لم نقل تماما ما أنتم حاولتم أن تفهمون. ولكن بشكل عام برأيي أن يعني قوة الرئيس ترامب الشعبية تبدو غير قابلة للرصد إن في انتخابات 2016 أو في انتخابات هذه الانتخابات الحالية. القوة الشعبية للرئيس ترامب يبدو أنها عادة أكثر مما ترصده استطاعات الرأي، وهذا بشكل عام طبعا لا يمكن أن نتحدث عن ذلك بدقة لا متناهية. طبعا أوافق تماما أن هذه شخصية غير مألوفة لرئيس أمريكي، ويعني هي شخصية لديها حسنات ولديها سيئات أيضا، يعني أن يكون الرئيس الأمريكي أن يفاجئ الرئيس الأمريكي بعض القوى المعادية للولايات المتحدة مثل إيران، مثل عندما قام بتصفية قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كانت تلك مفاجأة ربما سارة لعدد من حلفاء الولايات المتحدة. ولكن في نفس الوقت أن يكون الرئيس غير يعني أن يطل الرئيس بمفاجآت متكررة هي مفاجآت أيضا من شأنها أن تخيف الحلفاء، مثلا عندما قامت إيران بإسقاط الدرون الأمريكية وكان الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتوجيه الضربة الصاروخية ضد مكان انطلاق الصاروخ الإيراني الذي أسقط الدرون الأمريكية، قام الرئيس دونالد ترامب لسبب لا يعرفه أحد بوقف هذا يعني هذه العملية العسكرية ضد إيران، وقال في حينها أنه كان يخشى سقوط ضحايا مدنيين.
إذا يعني هو سيف ذو حدين أن يكون الرئيس غير متوقع خطواته بحسب يعني الجهة التي يقف عليها الحلفاء والأعداء. سيد جون هاريسون برأيك مزاج